اي سبب تعكزك اليوم على الشيخ على المشاكل والمشاكسات. تعكز اي البعض لا. اتهموك انه على الشيخ. هذول اللي يسولفون وحدهم، احنا بيناتنا يعني ما صعد مشاهدات بهاي التفاصيل؟ وش عندي؟ وصلت ملايين ما حد واصلها. هاي الثقة تحكي بيها غرور لو ثقة لو شنو؟ بس طيب شهر واصل 130 مليون فيديو، واصل 130 مليون. نعم. طيني شعر. بغض النظر هسه احنا. غير اقول لك. هاي الثقة منين تتولد؟ نشوف ال 130 مليون متابعين لك شيء حابينه. يرباي ويرباي عجايز يرقصن فوق عليها. غير اقول لك. لو هذا الحب لو ما اريده بالخليج يرقصون عليه. هاي الثقة تتولد من ذن الاشياء، نشوف الناس تحبك. ذولا قاعدين عند اهلهم باكيج قاير ما عنده يشتري. اي ما عنده شيء، وين يروح؟ يعني واهله حاطين له تليفون يباوع علي الشيخ، شاب وطالع وش حالاته، فلوس بجيبه ومتونس، ويوم يا برنامج ويوم يا بدوله اكيد يضوج منه ويحكي ويغلط ويتجاوز. شلون تتلقى الاساءه او الانتقادات السلبيه يعني؟ البس. البس ما يعجبك؟ لا لا البس البس الناس لو البس شنو بالضبط؟ انا اعرف البس هم ذول اللي يحجون البس. ها والله ما ارد عليهم. يعني ترتقي بالذات جدا. اكو هذول الله مشغلهم خدم عدي اللي يحجون عليه. انا نايم عند اهلي ومرتاح ومتونس ما عدا اي شيء، وما محروق قلبهم ويطلعون ويحجون ويغلطون ويتجاوزون الله مشغلهم خدم عندي. يعني انا نايم عند اهلي ما 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 طالع حلقه. نعم. هو عاد اسمي بالساحه وصارت مشكله والعالم بدات تتداول بين مادح وبين اللي ذم، وانا نايم عند اهلي مرتاح وضايج. هو هذا اللي ينتقدني يقول على الشيخ يتعكز. نعم. على المشاهدات حكاها في برنامج هو رات بيها مشاهدة على مود يحطون صورته وصورته. خابرت القناة قلت لهم لا تحطون صورته وصورته. شالوا صورته عنا، نزل المقطع. المقطع صعب؟ ما حد درى بيه. بس انا. زين انت شلون عرفت هذا المقطع اصلا؟ هم خابروني. خابروك قبل لا ينزل المقطع؟ اي خابروني. قالوا فلان اجى يمنا ضيف وعدنا بالحلقة وحكى عليه وقال حطوا له صورة علي وعلي.